لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة ألوان الأيام الحلقة الثالثة ناصر قل له يوقف عند دكان يشتري حاجة للبنت قضية مدوخة أنا أصبري يا حرمة لما نشوف دكان بأكلمه قلنا كلنا مدوخين اوه هم دوخت بامراس وامراس قد كان صاحي وهم فرحت بمناس والناس كسران جناحي واقول لا باس لا باس وانباس وقف رياحي وخليت انا بين جلاس ما بين راكش وماحي صح لسانك يا عربقي ومن فين جبت كلمة عربقي وانت شكلك جاسوف بلاد من التلفزيون الملون حق بيت خالد وبعدين لا تفكرش ان انا ما افهمش انا درست سنتين زمان وكانت السنتين ديك الايام تساوي جامعة من حق دي الايام جامعة مرة واحدة ايش بالتخصص اي تخصص تخصص علم البحار اللي يتخرجوا منه ميكانيك مزارع ويسموه الشجر ويخربوا الطماط قسم علوم الكرك هنا ودي اللي قلت الكوريرا ايوه قد اسمها كليه يعني كل شيء كل شيء هون الا السلك المفصول حق كذا امرك لله فصلوا فيوزاتك كله انت شكلك اللي مش طايقنا لذلك يمكن كنت مدرس ولا درست لك في جامعه شكلك درست كيف يفتحوا الكمبيوتر هذا ايش اسمه كمبوتر أيوة إحنا هنا كنا نعرف إنهم يفتحوا الكتاب إذا في مريض افتهم لك أيوة افتهم لي أسمع افتح لقلبي كتاب محب وزخم في داخلي فيروس شكرا عليكم هوا واكتب لما تقول يا مأنا دوس يا دوس لما توصل عند البقالة الله يحفظك وقف لي أشتري للبنت عصير هذا الحال وهذه أحلى وقفة لحظة بأنزل الآن والله ما تنزل مالك والله ما تنزل قلت لك عندنا المزارع له احترامه انا شنزل شاشتري القمر حقنا عصير وانت يا ام لمياء ما تشربين يكفي المي الله يحفظك ويبارك فيك تعبناك الله المستعان ولا يهمك ها ناصر ما تشرب ايش اشرب حبتين بيض الله يبيض ايامك وقلبك أيوة الآن ارتاحت القمر حقي ما شاء الله قل له يا أبا يشغل المسجلة عجبتني الفنانة لأنها كانت تغني عن أبوها هيا شغل المسجلة لكن لا في معك أغنية كذا يا دايم الخير دايم ولا مبروك لأهل الزراعة نشتي حاجة تذكرنا بالأرض ولا أقول لك زيد سمعنا شعر أمانا معك شعر مليح ولا افتهم لي منه حاجة هيا اسمع يا حاج ناصر خير لبس محبين كمامات مات يحيو الهوى فيك كمامات مات وحبهن داخلي ما مات مات ها؟ من هو اللي مات يابا؟ شكله الزرع حقي في البلاد بايموت إذا ما رجعناش البلاد خلال يومين نسقيه بايموت وأنا جالس أضيع الوقت أنا وده السواق اللي ما درش يوصلنا ولا يدرسنا كم باقي لما نوصل؟ خلاص كدنا المدينة قدامنا 10 دقائق عشان نوصل اضربيها في 10 بتطلع 200 دقيقة السواقين دنا
يعجبهم يلعبوا بالحساب حق الوقت. آه مش عاقل. سكت سكت، ما تعرفش تحسب. 10 × 10 بألف دقيقة يا رجال. كلام كل الاثنين صح. والصح اللي كنا ندرسه للطلاب في المدرسة أنه 10 × 10 يساوي 100. لكن كذا الأمور تغيرن، كنا ملخبطة وكل الخيارات مثل بعضها. آه جالس سمعنا أحرق سرارك. هيال هذا، الصح صح والغلط غلط، ها؟ وأكبر غلط يا حاج ناصر أنك تزوج بنتك وآدها صغيرة. من قال لك إني بزوجها؟ وبعدين هي بتزوج في القرية كأني في بيته، كلنا واحد، مش مثلك يعلم الله من فين جيت. بس بس يا ناصر، خلونا نهدأ. أهدأي براحتك أنت. الله يعينك يا أم لمياء، زوجك مأهزلكم مفصوله. فصلوا لك في وجاتك، أهجع أقول لك، منو اللي مفصول؟ ها؟ أنا داري إني مفصول. لكن انت يعلم الله من فين فصلوك انت. خلاص 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 خلاص، زوجك مأهسلك مشبوك، ها مشبوك، شبكوا حلقك. اه صدقت، واحد مشبوك والباقيات كلهن مفصولات. قربنا الحمد لله على سلامتكم. قلت لي البيت جنب المركز الصحي ماه؟ ها؟ أيوة في العمارة الخضراء اللي جنبه. أنا أعرفه صفرة، بس ناي قال لي ها؟ يوم ما اتصل قال ادخلوا العمارة الخضراء، الظاهر قد نزل المطر وارتوت العمارة. تعجبنا الفلسفة حقك والله، الله خبط حقك تخلي الواحد يفكر. يا ليتك أنت تفكر بين. أنت اللي ما شاء الله كلامك مليان معاني يفتيني، وشعرك عجبني والله. أبا اشتري لي الدبدوب ذاك اللي في المحل. اللي يشوفك يا فتيني ما يصدقش انك تشتغل سواق. اهجعي بس انتي دحين لا يصدق انه سواق سواء. معك حق يا ام لمياء، انا كنت مدرس ونزحت وتغلقت المدرسة حقنا في القرية، وانتشر عندنا مرض الكوليرا العام الماضي. كيف اجت لكم دي الكوليرا؟ وليش ما لبستوش الكمامات؟ لا 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 لا، الكمامات وقاية من الكورونا مش الكوليرا. لا 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 حبيبي، قد قال لي ناجي قال الكمامة تنفع في كل حاجة، لكن انت ما فلحت الا تجيب لنا الشعر على الكمامة وتدوشنا لبس المحبين كمامات. الظاهر المحبين حقك كلهم ماتوا لانهم ما لبسوش كمامات. يا حاج ناصر، قلت لك الكورونا يصيب الجهاز التنفسي، فيروس تنفسي، والكوليرا اللي قتلت اهلي هي في الجهاز الهضمي، تجي من تلوث الاكل. يعني لكم دور انتم في الزراعة انكم تحرصوا على عدم تلوث منتجاتكم، والمستهلك لازم يغسل الفواكه والخضار علشان وقايه من الكوليرا. الله لا يشوفك عذاب. لا ما افتهم ليش، كيف تجي في الجهاز الهضمي والكمامه للتنفسي؟ ها كونوا غطوا التنفسي ده ويمكن تنفعكم. ناجي ما ينصح باي حاجه الا وهو صح. ها مالك ليش وقفت؟ وقفت لك تنزل قبل ما يوقف قلبي. أنزل أنت، أشتري لنا كمامات نتشيك بها قبل ما ندخل عند ناجي، بيشوفنا ناجي مكممين بيفرح. أو مالك، وناجي من متى يشوفه كفيف؟ الحمد لله على سلامتكم يا جماعة. ها ذا الإمارة. السلام عليكم يا صاحبي، حياك حيا. حيا. وعليكم السلام يا صاحبي، يوم النور والله يوم نلتقي. اهلا وسهلا. حياك. يدك زاد بيضها والله، نقدي سوداء مثل الكفرات حق سياره فوتيني من كثر العمل. هو هذا البياض اللي شفته لما لمست يدك. ادخل ادخل. حيا الله بالغاليه ميمونه. الله يحييك يا ابو عيون ويحفظك. فين يا عيون؟ ما كانش في داعي للكلفة يا صاحب، الله مستعان. إيش قلت يا ميمونة؟ عيون عيون رجعت من الشغل بدري وعملت لنا الغداء، لكن رجعت خرجت تشوف بعض الجيران، تعمل لهم توعية بمخاطر كورونا وتكلمهم إنه احتمال من بكرة يحصل حجر كباري لأن الوباء تفشى. الله يخارجنا. يما ها إيش تشرب مي؟ أنا بدي الصوت اللي واقي من الجنة، والفم اللي يشتي يشرب
أهم حد عندنا هي القمر المياه. وليش إجباري؟ يخلون إحنا بنتكسي أول وبعدين ربك بيحله. هيا هيا بنقوم نغسل يداتنا. البيت بيتكم يا أختي. الله لو أنت بس تشوف ما أحلانا بالكمامات يا ناجي. أنا أخذت لي الكمامة البيضاء ولميمونة السماوي، قامت زعلت مني، رجعت بدلت معه وشليت حقه. إيش في؟ تبادلت في الكمامة؟ قتلت أم الفكرة. ورجعت شفت محل الصرافة، قلت بقى أدخل أستلم الحوالة اللي رسل ابني وهم ما يدخلوا جحد إلا بالكمامة. فعلت خير وجبت كمامتي لواحد شيبة كان بالباب. وأجيت كده وقلت له لما يخرج يجيب لي ولا يجيب الواحد محتاج. الله يجزي خير. ما لك تضحك عليا. الكمامة هي تمنع تبادل الهواء عبر التنفس، وانت بادلت الكمامة بكل مع اللي فيه به. يا الله خير، كورونا أشد مما تتصور، قاتل وما يتحملش هذه الحركات. لكن قل لك، خضرت جيبك وسلمت الحبالة؟ لا ما حصلش، قالوا قد بطاقتي ممسوحة، ها اسمي مش واضح. أصلا البطاقة قد غمست مرة بين المي ومرة بين الديزل، وحالة أمي حالة. يا ما قلت لك، أهتم بالوثائق الشخصية، بعض الوثائق تشعر إذا فقدتها تصبح كأنك مش موجود. قل لي، معك بطاقة عائلية؟ هي ما معي إلا هي، قدها كل شيء، هي الشخصية والعائلية وكل حاجة. كل واحدة مختلفة وكل واحدة لاستخدام، وكل بطاقة ما تستغنيش عن الثانية. لازم نروح نقطع لك بطاقة عائلية بناء على عقد الزواج إذا هو موجود. يومك كحلي يا صاحبي. ما دام قد شفت فهو يوم نوري. متى بتغدونا ملاه؟ أهلين أهلين، كيفك يا عم ناصر؟ وين القمر حقي لمياهي وامي؟ الله يسلمك ويحفظك ما شاء الله. ايش دا يا بنتي، كل يوم تنوري اكثر. نوركم يا عم، والله نورتونا جدا وفرحتونا بالزياره دي. هم داخل، ادخلي سلمي عليهم. بس لحظه، مالك متغيره مش على بعضك؟ ما فيش حاجه، يوصل نجيب ونتغدى وبرجع اكلمك. يعني في حاجه؟ بصراحه احنا مقصرين في التواصل مع جيراننا كتير. المفروض في فترة الوباء إنه أنا بالذات كنت من بدري أخلي تواصلي ومتابعتي الوضع الجيران مستمر، لكن... لكن إيش؟ خير يا بنت الغالي خير، والله إن عاد أنا ركزت إنك إنك مش مركزة. زعلت لأنني اكتشفت الآن إن معانا تنتين حالات إصابة بالكورونا في العمارة. إيش تقولي؟ من هم؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان البراي، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الباري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.